بنشكركم كتير على الالتزام معنا بالحضور، تشكيل الحضور طبعا والتدريب في طبعا. خليني بس اكدلكم احنا اليوم حملنا مش هنوقف على هذا المجال بس، احنا الشغل بيتقوى السنه الماضيه، احنا شغالين على عمده الحمايه حق، لانه فعلا احنا قلنا تتوفر هي الحمايه لسبب كورونا. حابين هذه الرساله وهذه الرايه تتوقف على الدوله، كنت شبعتكم في جزء منهم بيجيبوا اليوم حتى تنتشر لحد نهاية الشهر.